شاركت جموع غفيرة عصر الاثنين في بلدة أدر بمحافظة الكرك في تشييع جثمان الشهيد سائد المعايطة الذي استشهد خلال أحداث الكرك، وشارك في تشييع جثمان الشهيد الذي وري الثرى بعد الصلاة عليه في مسجد أدر الكبير سمو الأمير راشد بن الحسن ومئات المواطنين من أبناء المحافظة والفعاليات الشعبية فيها. وتسلم العقيد محمد المعايطة زميل الشهيد سائد المعايطة مندوبا عن والد الشهيد علم الشهيد. هذا علم الأردن وكلنا ندافع عنه، يستحق هذا الشهيد، وهذا شهيد وطن، واحنا نعزي انفسنا قبل ما نعزي. رحمة الله شخصيا، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، هذا شرف لنا، الله يطول عمرك، وهذا العلم شرف ان شاء الله غير نحافظ عليه، الله يطول عمرك ويعني البقية بحياتكم. الحمد لله، والعزاء ليس للكرك فقط، العزاء للاردن كله. والله الله سبحانه وتعالى شرف لنا هذا، الله يطول عمرك والبقية بحياتكم. الله يسلمك.